السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن كتاب رسائل من القرآن لأدهم الشرقاوي. كلنا سمعنا الفيديو النهاردة، الفيديو العظمة، وشفنا ان هما بيقروا من الكتاب ده، فكلنا عندنا فضول ان احنا نعرف ايه الكتاب ده. هنقرأ سوا الرسائل وهنبدأ بالإهداء. تعزم على الذنب فتمر بك جنازة فترتدع، تغريك قوتك بظلم ضعيف فتمرض فتعتبر، تفرط الثقة بالناس فيأتيك الخذلان فتتعظ، تذنب فيضيق صدرك فتسمع آية فتنشرح، تحتار في أمر فتسمع حديثا نبويا فتهتدي. كل هذه رسائل من الله. هذا كتاب بعنوان رسائل من القرآن، مهدى إلى كل الذين يؤمنون أن الله سبحانه دوما يرسل إلينا الرسائل ليعيدنا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يا الله، إني لا أصلي لك كما يليق بك، ولا أصوم كما يفعل داود، ولا أصبر إذا مرضت كما صبر أيوب، ولا أسبح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت، ولا آخذ ديني بقوة كيحيى، ولا أغض بصري كما غض يوسف كل جوارحه، ولست متسامحا لحد القول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكني مثلهم يا الله أحبك. الرسالة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا لم نقصصهم عليك، إن جهل الناس فضلك لا يجعلك تبتئس، يكفي أن الله يعلم من أنت. لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه، ولن ينقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم لأننا جهلناهم. كان في جيش هارون الرشيد 20,000 مجاهد، لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجند، فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحد إلا الله. نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء المسلمين في نهاوند، فعد أسماء من أعيان الناس وأشرافهم، ثم قال: وآخرون من أبناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: ما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن الله يعرفهم. الرسالة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما أذنبت ذنبا قل في نفسك: خسرت معركة ولم أخسر الحرب. لا تتأس ورمم نفسك بوضوء وركعتين، استغفر على الأصابع التي أذنبت، واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى الحرام. أنين التائبين عند الله كمناجاة الطائعين. وما سمى نفسه الغفور إلا لأنه يريدك أن ترجع. الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا ينفعك مدح المادحين إن كانوا قد مدحوك بما ليس فيك، ولن يضرك قدح القادحين إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك. ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من كاره، حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس. ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بد له من محب، حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم. كان مطرف بن عبد الله قال للإمام مالك: ما يقول الناس فيه؟ فقلت: أما الصديق فيثني عليك، وأما العدو فيقع فيه. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من اتفاق الألسنة كلها. لقد استعاذ أن يمدحه الناس كلهم فيختر، أو يذمه الناس كلهم فيكون فيه شيء مما قالوا. الموت ليس نهاية الحكاية،
إنه بدايتها فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتاكم من كل ما سألتموه. إنه الله، من الذي جاءه خائفا فما أمنه، ومن الذي جاءه منكسرا فما رممه، ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره، ومن الذي جاءه حزينا فما أسعده، ومن الذي جاءه حيرانا فما دله. تخير أوقات الإجابة، أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل، فسهام الدعاء بعد القيام لا تخيب، وثق بربك، فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه يستحيل أن ترجع إلا ملأى. وقبل كل هذا ليكن طعامك كل حلال، وفي الحديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أطفئ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة ضاعت، وعلى كل وظيفة خسرتها، وعلى كل حبيب أفلت يدك في منتصف الطريق، وعلى كل صديق حسبت أن له وجها جميلا فلم يكن هذا إلا قناعا لذئب جارح. ما أخذه الله منك فلحكمة، وما تركه لك فلرحمة. فإن علمت الحكمة فاشكر، وإن جهلتها فاصبر. أقدار الله كلها خير وإن أوجعتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يدر في خلد آدم عليه السلام وحواء أن شخصا يمكن أن يقسم بالله كاذبا، ولكن إبليس قد فعلها. أما نصحه فإنه سمى الأشياء بغير مسماتها للإغراء، فما كان اسمها إلا شجرة المعصية، فسماها لهما شجرة الخلد. وعلى خطى إبليس يسير الأبالسة اليوم. الخمر مشروب الروح، العري موضة، والفحش حضارة، والزنا انفتاح، فلا تخدعنك الأسماء مهما تغيرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا لأن الموت لا ينتظر. غدا أتوب، غدا أضع برنامجا للقراءة، وغدا أتبع حمية. يأتي الغد ولا ننفذ شيئا مما نوينا. أما عن طول الأمل فكلنا نعتقد أن الموت بعيد. هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة بالمناسبة. سارعوا لأن تأخر اللحظات قد يخلفك عمرا كاملا. والشيء بالشيء يذكر، يقول الصنبحي: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا قيل لنا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليالي. تأخر 5 ليالي حرمهم شرف الصحبة. فسارعوا، فربما تأخر ساعة قد يحرمكم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الموت هو الكأس الذي سيشرب منه الجميع، المؤمن والفاجر، النبي والطاغية، الجن والملائكة، وليس غير الله يبقى. والموت ليس نهاية الحكاية، على العكس تماما، إنه بدايتها فقط. وكفى بالموت واعظا. كان لأبي نواس شاعر الخمرة الشهير جار صالح، وكان كثيرا ما يدعوه إلى الله وترك الخمر. فلما مات هذا الجار مشى أبو نواس في جنازته، ولما وقف على قبره قال: أنت اليوم أوعظ منك حيا، أي أن كل الكلام الذي قلته لي تنصحني لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك.
يعني هو التعظ بموته فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الدنيا دار زراعة لا دار حصاد، ودار امتحان لا دار جزاء. ومن امتحانات الله سبحانه لعباده أنه ينزل بهم المصائب. فقد الأحبة مصيبة، فقد المال مصيبة، والجار السيء والزوج الفاجر والمدير الظالم، كل هذه مصائب. فمن صبر فقد نجح في الامتحان، ومن سخط فقد رسب. ولن ينجو إنسان من مصيبة، حتى الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء. يروي أهل الأخبار والسير أن ذا القرنين لما وصل إلى باب المرض مرضا شديدا فعرف أنه الموت، فخطرت له أمه فأراد أن يربط على قلبها، فأرسل لها كبشا ضخما وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحه ثم تطبخه ثم تدعو إليه من لم تصبه مصيبة قط أو لم يفقد عزيزا. فلما مات نفذت وصيته، ولكن المفاجأة كانت أنه لم يأتي أحد، لأنه لا يوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصيبة. ففهمت رسالة ابنها وقالت تدعي له: رحمك الله، بررتني حيا وميتا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك. وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس ولا تحكم الله عز وجل. فرفع يده ودعا: فهب لي من لدنك وليا. فجاءته الاستجابة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. من علق قلبه بالأسباب طرقه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. تمرض القلوب كما تمرض الأجسام، وعلاج أمراض الأجسام أيسر من علاج أمراض القلوب. وإن من أفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر، أن يرى الإنسان أنه أفضل من غيره بسبب مال أو شهادة أو وظيفة، وهناك كبر ليس وراءه مميزات شخصية، وهذا أسوأ. ففي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكان دأب الصالحين أن يعالجوا فورا أي شعور بالاستعلاء يجدونه. مر الصحابي الجليل عبد الله بن السلام بالسوق يحمل حزمة حطب، فقيل له: أليس الله قد أغناك؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أقمع الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ما أبغض الله سبحانه شيئا أكثر من الظلم إلا الشرك. ومن بغض الله سبحانه للظلم والظالمين أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم، ليس حبا بالكافر ولا بغضا بالمسلم، ولكن حبا للعدل وبغضا للظلم. وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. وكتب رجل إلى عبد الله بن عمر يقول: اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه ابن عمر يقول: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، حميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أدبر واستكبر. فرق كبير بين الذي يفعل المعصية ضعفا وهو منكسر، وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. الذي يذنب فتنصح يقول لك: ادعو لي فقد غلبتني شهوتي ووسوس للشيطان وزينت لي نفسي. يختلف كثيرا عن الذي يذنب فتنصح فيقول لك: ما المشكلة، إنها حياة واحدة، استمتع بها يا رجل. الأول عودته إلى الله سهلة،
لأن مشكلته في جوارحه، والثاني عودته إلى الله صعبة لأن مشكلته في قلبه. كان سفيان ابن عيينة يقول: من كانت معصيته في الشهوة فارج له الخير، ومن كانت معصيته في الكبر فاخشى عليه، لأن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى مستكبرا فلعن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. البغض الشديد مهلكة والحب الشديد مهلكة، وقد ابتلي يوسف عليه السلام بهما، فأما البغض الشديد فكان سببا لإلقائه في اللب، وأما الحب الشديد فكان سببا لإلقائه في السجن. ونحن أحيانا لا نملك زمام قلوبنا، ولكننا أمرنا بالعدل سواء أحببنا أو كرهنا. فلا تجعل سيئات من تحب حسنات لأنك تحبه، ولا تجعل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه. كن عادلا، وضع الأشياء في أماكنها الصحيحة. قال عبد الله بن محمد الوراق: جئنا إلى الإمام أحمد فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: ولكنه يطعن فيك. فقال: شيخ صالح قد بلي بي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها وإن كان هذا شيئا جميلا، وليس في أنهارها وإن كان هذا شيئا فاتنا، ولكنه في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: تريدون شيئا أزيدكم به؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل منهم فرسا ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما أعاد أدراجهما وهما يبكيان، هذا بكاؤهما على فوات الطاعة. فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترف معصية؟ إنه حال المؤمن الحق، يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله، هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه، ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها، فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أكثر خلق يحبه الله سبحانه في العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه، ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، وكان علبة بن زيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به، فقال: يا رسول الله، إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال له: إن الله قد قبل منك صدقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية، شيخ جليل طاعن في السن، حرم الولد لسنوات، فلما رزق ولدا وتعلق به جاءه الأمر بذبحه،
فما تلكأ ولا تباطأ، كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه. لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه. ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليه السلام أمره بذبحه. ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فكان المطلوب ذبح هوى إبراهيم في إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا ربي، هذا كتاب غيري، قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باختيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان ابن القيم رحمه الله يقول: خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله. وفي الأثر: إذا تاب العبد نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه، اصطلح مع ربه. إن الإنسان إذا كان له حبيب من الناس فحدث بينهما خصام، فإنه يتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى مجاريها. والله سبحانه حق أن يسترضى. فإذا جئت بعمل يخدش الحب الذي في قلبك لله فتفنن في استرضائه، كما لو كان محبوبك من الدنيا، تارة بالصدقة وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن. فإن النبيل من الناس إذا استرضى رضى، فكيف بالله وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قرة عين لي ولك. هذا ما قالته أسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام، فقال لها فرعون: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداه، ولكن الله حرمه ذلك. القدر موكل بالمنطق، فتفائلوا بالخير تجدوه. الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس فلن تكون عليه إلا كذلك، والذي يتزوج في قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة فلن تكون له إلا كما قال. أحسن الظن والمنطق، فربما أتى المرء من قبل لسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم: لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعقلون. في المقابل إن ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلا تركن إلى الناس كثيرا، قدم الذي عليك وسل الله الذي لك. قال الإمام أحمد لحاتم الأصم: كيف السبيل إلى السلام من الناس؟ فقال له: تعطيهم ما لك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذيهم، وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم. فقال له: وليتك تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. إنها النميمة مفرقة الجماعات، هادمة العلاقات، وما أكثر النمامين. إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه
لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه، فكثيرون يوصلونها إليه. وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين. فعن الفضل بن عياش قال: كنت عند وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال له: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فقال له وهب: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فلا تكونوا رسلا للشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن امتناع إبليس عن سجده الذي أمره الله به كان سببا في طرده من رحمة الله. ولكن لو تأملنا في حال إبليس وفي حال تارك الصلاة من المسلمين لظهر لنا العجب. إن إبليس رفض السجود لآدم، وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم. سبحان الله، ما أرحمه وما أحلمه على هذه الأمة. إنه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء، مهما عظم الجرم وكبرت الخطيئة وطال الهجران. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس. يقول يحيى بن معين: ما رأيت أحدا مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان رحمة الله يقول: نحن قوم مساكين، تواضع. المال الذي يجعلك متكبر فقر، والعلم الذي يجعلك مستعليا جهل، والمنصب الذي يجعلك جبارا انحطاط، والقوة التي تجعلك باطشا ضعف. الغنى والرفعة والعلم تجدها عند المتواضعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك. ويا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يربت على قلوبنا: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول الحسن البصري: إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نزل الإمام أحمد إلى سوق بغداد واشترى حزمة حطب وحملها على كتفه، فلما رآه الناس أسرعوا إليه ترك أهل الدكاكين دكاكينهم وتوقف المرة يسلمون عليه، وكلهم يقول: نحن نحمل الحطب عنك. فاحمر وجهه ودمعت عيناه وقال: نحن مساكين، ولولا ستر الله لافتضحنا. تعلم أحمد بن حنبل التواضع من النبي، فقد علم أنه كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويسابق زوجته عائشة ويمسح دمع زوجته صفية. وعندما تقسم أصحابه العمل في ذبح الشاة فقال أحدهم: أنا أذبحها والآخر أنا أسلغها. قال النبي: وأنا أجمع الحطب. كده نكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى نكون فهمنا الكده ماشي إزاي، وإن شاء الله نكمل بارت جديد برضو على نفس المنوال. أشوفكم في فيديو جديد. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن كتاب رسائل من القرآن لأدهم الشرقاوي.